البنات، كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم عند وفاهم. المهم البنات، بغيت نشارك معكم نهاري اليوم. غدا نمشي لواحد المحل باغا ناخذ الملابس ديال الكارنيفال لوليداتي، بحكم ان عارفين بالله في اوروبا كاين كارنيفال في هذا الوقت هذا، والاطفال ضروري ما كيبغيو يلبسوا بحال الوليدات الاخرين. وان شاء الله غدا نمشيو نديروا الكوتي مع الصديقه ديالي، وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو. البنات، هذا المحل عامر، الناس كاملين كتشري في اللبس ديال الكارنيفال. درت جوله شي شويه باش نوريكم اشنو كاين واشنو لقيت. هذاك الشيء اللي قدرت نصور لكم صورته. المهم خديت الحويجات لوليداتي، غادا تشوفهم في اخر الفيديو ان شاء الله، وبقوا معنا. We'll be right back.
اخيرا خرجنا من هذا المحل، وليداتي اختاروا الملابس اللي هيلبسوا غدا في الكارنيفال، ونوريكم شي شويه الطبيعه والجمال ديال بولزانو، وكنتمناكم تجيو تزورونا هنايا، مرحبا بكم. المهم البنات دابا غادا نمشيو عند صديقه ديالي غنديروا معاها الكوتي، وخليكم معايا. جينا عند الصديقه ديالي لقيناها تبارك الله موجده لينا الطويبله على حقها وطريقها. جيت انا وماما وليداتي وما شاء الله كبرت بينا، الله يكبر بيها. كنبغي نشكرها بزاف، ما نكذبش عليكم داكشي كله غزال واللي كتبحم تسمح لينا. المهم ميني كيك جاو غزالين، والحريشات راه تلقاوهم في الفيديوهات السابقه ديالي، المقادير وطريقه التحضير. كنتمنى انكم تجربوهم وتقولوا لي في التعاليق. الملابس اللي خديت ليهم، خديت لولدي لبسة ديال بوليتسيوتو مديري لها 39.99 أورو تقريبا 40 أورو. الماركة زوينة والتوب ديالها سخون بالنسبة للجو ديال دابا، باقي شي شوية البرد، باقي ما جاش هذاك الصهد، يعني التوب ديالها مزيان. سروال وطريبيش والفيستا مع ديك السميطة ديالها، ندير لها 39.99 أورو. زويبونا. مهم الوليدات كيبغيو يبدلو، كل مره كيبغيو ياخذوا لبسه باش يبدلوا شي شويه. هذه خديت لبسه ديال المشيشه البنيه ديالي تلبسها مع الليبات، هاد اللبسه سخونه حتى هي زويونه وسخونه، والثوب ديالها حتى هو زوين. المهم خديت ليهم باش يلعبوا شي شويه مع صحابهم من يخرجوا من المدرسه. المهم البنات كنتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، ونشوفوا فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.